بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولا، واغفر جنايتنا وسترك أولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. يا رب صل على النبي الهادي، واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم معنا ومع مقصد جديد من مقاصد الله جل وعلا في الآيات القرآنية. يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. هذه الآية لكل زوج يقدم أو يقدم على الزواج: اتق الله في زوجتك، فإنكم أخذتموهن بكلمات الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل وعلا. الله جل وعلا يأمرنا في القرآن الكريم بحسن العشرة إلى أزواجنا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا من خلال معاملاته مع زوجاته. كان صلى الله عليه وسلم يحسن العشرة لأمهات المؤمنين، فهذه سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي يستشيرها في كل أموره لما نزل عليه الوحي وجاء يرجف فؤاده، فجاء إلى سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال: زملوني زملوني. فقالت رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، من كانت فيه هذه الخصال لا يخزيه الله أبدا. لما سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها، رضي الله عن سيدتنا عائشة، ورضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق. حبيبنا الشفيع لما جاءت إليه السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بمقدم السيدة هالة بنت خويلد ويقول: اللهم هالة، كانت تأتينا في زمان خديجة. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، لازلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، فإذ بالحبيب الشفيع الوفي يقول: والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. كان صلى الله عليه وسلم يحسن عشرة زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعاوات. لله أزواجه اللائي شرفن به، ونلن ما لم تنل أنثى من العظم، وقد منعن نكاح الغير تكرمة لقدرهن وقدر السيد الفخم. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بعض الأزواج الآن يتطاول بلسانه أو يتطاول بيده على زوجته ويقول أن الله قال في القرآن: واضربوهن. لا، ليس هذا هو الضرب المراد، إنما كان صلى الله عليه وسلم يقصد بالضرب الضرب غير المبرح، حتى إن العلماء قالوا بالسواك، يعني إشارة إلى التأديب، إشارة إلى التهذيب. إنما الإنسان لا يسب زوجاته ولا يضربها، لأن هذا ليس من شيم الرجال. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الزوج الذي يتذوق ويطلق ويسيء معاملة الزوجة، يقول: لعن الله كل ذواق مطلاق، اللي بيتزوج ويطلق ثم يتزوج بأخرى ملعون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله أمرنا من البداية أن نحسن الاختيار، قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ورضي الله عن شيخنا الإمام الخطيب إذ يقول: يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة، من أمها مهذبة في قومها محببة، تقول آت النار ولست آت العار، لها أب يحكي الأسد مؤديا حق الصمد. هكذا تكون الزوجة الصالحة، من أخذ امرأة لدينها حصل الدين والمال والجمال والحسب والنسب. عاشروهن بالمعروف وأحسنوا إلى الزوجات، لأنهن وصية رسول الله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون، اللهم آمين. فاصل ونعود إليكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. عدنا إليكم مرة أخرى، وكنت أتحدث إليكم قبل الفاصل عن المعاشرة بالمعروف، عشرة الزوجة بالمعروف، ومعنا مقصد آخر من مقاصد القرآن الكريم، يقول جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اجعل الزوجة تعيش في سلم وسلام، في أمن وأمان، لا تهددها، لا تقول لها سأفعل كذا أو أفعل كذا أو أقوم بالتطليق، لأن المرأة كما أوصانا صلى الله عليه وسلم أسيرة عندك، فإنهن عندكم عوان. لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهين المرأة إلا لئيم، وما كرمت الأديان أحدا كتكريم الإسلام للمرأة. الإسلام كرم المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. كرم الإسلام المرأة أما في تكريم النبي لأمه السيدة آمنة أن زارها بعد موتها، وكرم أمه التي أرضعته السيدة حليمة السعدية لما جاءت إليه وبسط لها بساطا وأجلسها عليه، وكرم أمه التي ربته عندما ماتت السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، لما نزل النبي إلى قبرها ودفنها بيده ووضعها في قبرها وقال: اللهم هون على أمي فاطمة ضمة القبر. وكرم الإسلام المرأة أختا في تكريم النبي لأخته من الرضاع الشيماء، وكرم الإسلام المرأة
زوجا في تكريم النبي لزوجاته أمهات المؤمنين، وكرم الإسلام المرأة بنتا في تكريم الإسلام للبنت وللإحسان إليها. ولما أراد سيدنا علي بن أبي طالب أن يتزوج على السيدة فاطمة الزهراء غضب النبي وقال: يا علي، إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها ويؤذيني من آذاها. فتراجع سيدنا علي ولم يتزوج عليها في حياتها، ولما ماتت تزوج من غيرها. وكان سيدنا علي يداعب السيدة فاطمة لما دخل عليها ذات يوم والسواك في يدها، فأخذ يتغزل في السواك ويقول: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. بهذا يكون حسن العشرة، ويكون عدم الإضرار بالزوجة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ونتذكر قول الله: وعاشروهن بالمعروف. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. فاصل وأعود إلى حضراتكم، خليكم معنا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا هذا السؤال: ما مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز أن تخرج نقدا بدلا من الحبوب؟ أقول: وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر طهرة للصائم، مرتبطة بالصيام. ليه بنطلع زكاة الفطر؟ لأن الإنسان وهو صائم ربما تكلم بكلمة، ربما حدث يعني ما يسمى بشيء من اللغو أو الرفث أو الجدال، فسيدنا رسول الله قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هكذا قال النبي. وزكاة الفطر واجبة حتى على الفقير، يعني لو واحد بياخد زكاة الفطر وأخذها بيده، بعد أن يأخذها وأن يتملكها يخرجها لغيره، لابد من إخراج زكاة الفطر لأنها مرتبطة بالصيام. المقدار قد إيه؟ صاع من تمر أو صاع من شعير. طب ما عندناش تمر ولا شعير، من أرز، من قمح، من دقيق، حوالي 2 كيلو وربع، ومن الفقهاء من قال 2 كيلو ونصف، من 2.25 لـ2.5
يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، أنت وزوجتك وأولادك. حتى لو ولد لك مولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان عليه الزكاة. طب الحامل، الحمل ليس عليه زكاة، الجنين في بطن أمه ليس عليه زكاة فطر. طيب صاع من تمر أو صاع من شعير أو من أرز أو من قمح أو من دقيق أو من غالب قوت البلد. طيب أنا يا عم الشيخ عايز أطلع زكاة الفطر نقدا بالمال، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقدا. ولو تتذكروا أنا من كم يوم قلت لحضراتكم نفتي في الزكاة لمصلحة الفقير، لأن لو حضرتك وديت زكاة الفطر حبوب أرز أو مثلا وديتها قمح، الراجل اللي خد زكاة الفطر بقى عنده يعني عدد كبير من الكيلوات من مثلا الأرز أو القمح أو آخره. طب هو عايز فلوس عشان العيد وعشان ملابس الأولاد وكذا، فهيقوم يبيع هذه الأمور، فأنت حضرتك بتديله مال، وهذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء وهي مرجع الفتوى عندنا في مصر قالت يجوز أن تخرج بالقيمة، وده رأي الأحناف. لو حضرتك طلعت زكاة الفطر بالقيمة لا حرج ولا مانع في هذا، ولا نضيق واسعا، لا نضيق الواسع، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فلا تحجروا عقولكم ولا تضيقوا على الناس. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وزكاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.